الله أكبر والعزة لله. يلا يا الله أكبر، تطبيق الحد على هذه. طوع سوا. يلا يا أخي دوم إلى الله. محكمة شرعية. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثبت بالدليل القاطع والبينة الشرعية المعتبرة. كانت في الأرض وكانت تمتهن الزنا والعياذ بالله، وقد اقر هذا الحكم الشرعي مجموعة من الإخوة العلماء الأفاضل بعد أن ثبت لهم أنها أفسدت في الأرض وانتهلت الدعارة والعياذ بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العقوبة لها كفارة لذنبها في الدنيا وطهورا لها، وأن ترضى الله سبحانه وتعالى وهو عنها راض، وأن يغفر لها، وأن يلهم جميع المسلمين الحفاظ على أعراضهم، لأن عرض المسلمين غال علينا إخواني، ووالله ليؤذينا عندما يهتك عرض امرأة مسلمة واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر جميع أعراض المسلمين، وأن يغفر لهذه المرأة، وأن يتوب عليها، وأن يجعل تنفيذ هذا الحد عليها طهورا لها في الدنيا، وأن تلقى الله وهو عنها راض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكبير. الله أكبر. 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 الله أكبر.